من الثنين للجمعة من الخمسة للسبعة، هذا البرنامج اللي يثقف يفرهد وينسيك تعب النهار مع سيني بنور ولي كرونيكور اللي ديما في فورما. هذه راسين كاري، مرحبا بكم وين ما كنتوا. 6:13 دقيقة، هذه راسين كاري معكم حتى للسبعة في جروب جديد متجدد بتاع اليوم. ابراهيم الطيب، أنس بن مالك، عبسات أعمامه اللي يشوف التليفون، روتي بن ساسي، عويدي. أيوة، مش عويدك قولي من غير أنس هنا. شكون عويدك؟ وردة. وردة من شكون؟ وردة مغنية. أي وردة. وردة قولي مين؟ أي وردة دي، وردة الجزائرية. ليه ميادة؟ ميادة نخزر لك ونخزر لك وما حبيتش كذب، قلت كذبك على الوطن خايبة. لا 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 ميسالش، شو كان بخيوة نعطيه معلومة للناس، مش نكذيب. هو أنا نغلط، لو قلت أنا إنسان ماهيش وردة عادي نغلط، ماهيش وردة مالسي سامي. أنا ثبت مليح في كلامي، أنا إنسان عادي نغلط. إذا كان إنسان مش عادي معناه ما يغلطش، واللي مش موجود في الحياة وحتى كان يعتقد أنه موجود فلا وجود له. وعب ستار وما أدرك يغلط، توتي غلط. وكلامنا قياس، كلامنا قياس وحديثنا زاد ميادة. حتى وردة غنية هذه ميادة، مش عويدك قولي من غير عويدك. ميادة وجاء ودوما جابها نجيب، وكان مغروم بها كل جمعتين هاي في تونس، وهي تغني في مش عويد الحب بغير. أما غنية مزيانين كمان، أنا ما تعجبني مش برشا، تعجبني أنا عندي أغنية تعجبني خير أختها فاتن اللي وقتها نفكر شاركت في مهرجان، اول مهرجان ايه كلفهم الوحيد تعمل في تونس، خدت الجائزة الاولى كانت رائعة، كانت جائزة ثانية من نصيب تونسية سنة حصيري بغنية جديدة عملها لها وقتها سي صالح المهدي، رسالة عتاب. اما اختها فاتن كانت انا تعجبني برشا، صوتها وحضورها وكل فاتن حناوي اخت ميادة حناوي. السؤال يقول شنو المقترح الغريب اللي قدمه مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة بكوريا الجنوبية لي جاي ميونغ؟ معنى حاجة للانتخابات، معنى وعد انتخابي، بش يعمل لهم ويفي بلاشة. لا بش يعمل ويفي في شارع حبيب بورقيبة، ويفي في شارع كيم. هما بلاد وهما كوريا الجنوبية بي بي بلاد كاك غلط تريت لا ما غلطش، قلت جنوبي انا قلت يفتح الحدود مع كوريا الشماليه. مش سهل كي تغلط ناس، ما غلطش. لا لا احكي لك شنو هي الغلطه اللي عملتها ترى. انك جيت ولا جايين وما نعرف ليه كل جابته صح. باش يقول هذا؟ لا لا هابش يقول لي صار جايين الدنيا. شكون كتبها؟ شكون غني هاي كلمات مرسي جميل عزيز، الحان محمد عبد الوهاب، وهي في الاصل عبد الحليم حافظ. صحيح يا ماما، غنتوفق بل اي ليه عملنا عنده بروفه، كنا البارح مع فيصل رياحي كان معانا هي منها. هي ما كنتش حاضر اي، هو اول واحد حفظها يا يعني. ما سمعتكم في فاستك نتاع دولوريس. انا دولوريس، دولوريس اللي ماتت نتاع جروب دولوريس اللي غنت زومبي جروب كرامبريز، ما انتحرتش راهي، ما كانت هي روحت اوفردوز شوية، ماهيش اوفردوز مال شنو، هي شاربة برشا غرقت في البانو متاحها، مو تعجيبة برشا طول دخلت البانو عبيت البانو تلمام هي ماذا شاربة غرقت في البانو متاحها فماتت غرق مش اوفردوز. لا نسيت انا شنو السبب اللي حاطين فيه، انت تعرف كل شيء طبعا. لا فما برنامج اسمه هوليود اوتوبسي تشوفوه حلو برشا يعطيك هاي هاي. شنو حسب رايكم المقترح هذا؟ مش عاملين لهم منتجع سيوله باه لازم فما حاجات يدخلوا في ضمن التامين الصحي وفما لا. مثلا في تونس احنا فضيحه قالوا مثلا السون جلوتين ما يدخلش في الكنام مثلا شيروجي استيتيك. لا هو طلب باش انه فما حاجه تدخل في التامين الصحي، قامه زراعه الشعر، تبيض الاسنان، عم ستار السلعة تدخل تحت بتغطية علاج السلع ضمن التأمين الصحي. قدم زراعة شعر تنجم تكون جزء منها. اي بلا على ذلك قلت لك قدم لي جاي ميونغ حامل راية الحزب الديمقراطي التعهد هذا
قائلا أن قرابة شعره هو 10 ملايين فرد يعانون من تساقط الشعر، غير أن كثير منهم يلجأ لشراء الأدوية من الخارج أو لتناول أدوية أو أدوية البروستات كبديل بسبب ارتفاع كلفة العلاج. منها جيت خيز انتليجنت ذكية برش كي تشوف 10 ملايين كمان سيت ان كور الكتورال طبعا جاء المقترح 10 ملايين حابينه. جاء المقترح هذا ضمن البرنامج الانتخابي لجاي ميونغ تحت عنوان انتخبوني وسأعالج صلعاتكم. منها جاك ما ينجمش يعالج حاجات اخرين اخت الصلعات بوغ لو مومون هو شيء فاس انتريسانس. منها جاك المثل راس الفرطاس قريب اللي جاي ميونغ ممكن يا ما بون وينو الجوري وينو اوني لا اوني لا قاعد نحط في النار الجوري قاتلوت يا ارش من النار فما حاجه. هنا البرنامج الانتخابي صحيح انه هو il s'adresse aux 10 millions peut-être الرجال اللي هما، ولكن النساء اين هن؟ هنا لازم القلم لازم القلم حاجه اخرى بيان سور اليوم النساء يحبوا ان يدخل في التغطيه الاجتماعيه يكبر لهم مثلا في العطله نتاع الامومه مثلا وي نوعدكم مثلا وي ايش بيقول لهم نوعدكم براجل مش اصلع مثلا وي اثر الراجل اصلع مش حاجه خايبه راه ديما في الحمله نتاعو لي سيني نتاع لي بوتي مختلفين. اثر الاقتراح ردود عاصفه من جانب البعض بينتر بارونتيز. مره في فرنسا عملوا ام تي سونداج للنساء اللي هما ان هو الرجل الجذاب اتراكتيف مان يعني الرجل الجذاب شكون اللي يجذب. طلع في بورسنتاج كبير هو الغازي الكان غازي الكان غازي عملوها بعد الكوب دي موند 78 بعد كوب مع شو اسمه بارتيز اثار الاقتراح هذا ردود عاصفه من جانب البعض وتداول الكثيرون. مقطع فيديو زائف مدته 15 ثانيه كيما سبوت اللي فيه تساقط الشعر ويبدا فيه هو يخاطب الناخبين انا افضل مرشح لشعركم، لكن مقترح لي اثار انتقادات من جانب اخرين اللي وصفوه بشعبوي. كان هذا شعبوي فما بقى اخرين كان برنامج خالي من السياسه. كان يشوفوا كان هذا شعبوي هذا البرنامج خالي من السياسه. لا 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 شو قلنا على السياسه؟ واش قلنا؟ لا ذكرنا حزب لا وبلاد لا شيء. خالي بدل لي كان تعرف اش معناها شعبويه في بلايص اخرى. اما هي الانتخابات خمس سنين الموندا في جيماجين جيماجين ما وعدش راهو بسلعه انديفيني اي سي دي دي ردوا بالك ردوا بالك يلا هذه ايناس في انفو ترافيك رجعنا في راسين كاري. هيا سؤال يقول اش معناها الاقمار الجليليه؟ جليليه اي نسبه جليلي. الى جاليلي وجاليلي فوالا اكبر الاقمار هي الاقمار الاربعه نسبه الى الفلكي جاليليو جاليلي واللي تم اكتشافها من قبل هذا العام العالم عفوا في مثل هذا اليوم من سنة 1610 حيث كانت تلك الأجرام. ايش بيك؟ خدت 1600 قلت لي قلتش 1600 جيبوا لنا الفار بربي قلت 1500 هو ما عاش بين 1610 يا أنس مسالش حيث كانت تلك الأجرام أول الاكتشافات. الأجرام تدور حول كواكب غير الأرض والشمس. جو سي تري بيان كو هذا سي تون اكزرسيس نعرفك تحب الدومين هذا. وي جادور. وتم اشتقاق الأسماء من عشاق زيوس اللي هما زوس. اي بون زوس زد او يو اس بالعربية تكتب زيوس ولكن هو زوس اللي هو ايو ايو اوروبا اوروب اي ثالث شنو ايو لا لا كاليستو كالي تعرفهم ولا ليه تعرفهم مش بيه. كاليستو يا اوروب نعرفها اي و غانيميد يتشاركوا في الرنين المداري وهم من بين الاكثر اجسام ضخامه في المجموعه الشمسيه عدا طبعا الشمس والكواكب الثمانية. تتراوح الأقطار هذه ما بين 3000 و5000 كيلومتر تختلف بشكل ملحوظ في التركيب بالنسبة لمعظم الأجرام هذه. إبراهيم في النظام الشمسي
ولكن بالنسبه للاقمار الجليليه نسبه لجاليلي فانه مدى القرب من المشتري هو العامل الاساسي اللي حدد تركيبها. هكذا بالنسبه لمعظم الكواكب والاقمار في المجموعه الشمسيه فانه الكتله هي الاساس، وعلى العكس بالنسبه لاقمار المشتري فانه مدى القرب من المشتري هو الاساس وتصبح الكتله عامل ثانوي. فيلغاريز شويه بربي هذا بيه. يعني سي ان بو تكنيك اي ليه باش نحطوا الامور في اطارها. ساعه تاريخي كارثه راي كارثه كانت للكنيسه خاطر فما الارض مسطحة. فما القمرة شيمنا فيها مسمزة مسطحة. فما الأرض هم توكا مسطحة طبعا بالنسبة لهم مسطحة. وفما القمرة وفما الشمس كهو. وفما نجوم هذمك ليه وما يعرفوش ضوية وبرة به ومن بعد يعرفوا فما ليه يعرفوا فما المشتري يا مكي المشتري بيدو عنده أقمار تعرف ماذا يعني تيولوجيا ودينيا جالكسية أخرى يعني كيما الأرض عندها قمرة تدور بيها وفهمت انه هو كذلك صحيح ساتورن عنده أربعة معناتها الارض ما عادش بالاهميه هي مركز العالم فوالا لو سنتريزم نتاع الحياه كيما كان يعتقدوا في الديانات في المسيحيه الكنيسه معناتها كان شو اللي قال بورتون التورن اي بورتون التورن هذيك في الوقت اللي على دوام المجتمع اللي قلت لك انا بالنسبه لهم الارض اصلا ماهيش كيما تخيلوها تزيد تقول لهم بقى حتى المشتري اللي هو جرد هكا نقطه في السماء عنده كواكب كيما المجتمع عندها عندها القمر كانت كارثه ليه بون بلوس اربعه مش قمر واحد خاطرهم يعتبروا ان الميزه نتاع الارض هي القمر قمر واحد معناه اللي هو مسك تبيع مش اربع بركه هذوما اربع الكبار هذوما اربع الفيزيبل لونو قال الراجل ممكن تلسكوب صغير اي معناه تخيل انت في بالك معنى الخلل اللي مش يدخلوا على المنظومه الموجوده ولا حاجه اخرى حاجه اخرى كبار برشا لانه معناتها الارض صغيره فرابور المشتري معناتها قريب القمر نتاعنا المشتري قادر وانه في جاذبيه في المجال الجاذبيه نتاعو على ملايين كيلومترات يدور حوله ولا مش بضع الاف كيلومترات كيما الارض واكبر برشا والماس نتاعو كبيره برشا به هو محامي وسياسي تونسي ولد بقرطاج في 6 جانفي 1885 يا إبراهيم بعد دخوله المجال السياسي عين عضوا ممثلا عفوا في القسم التونسي من المجلس الأكبر ما بين 34 و52 تعالبي شغل قرطاج شغل أثناء الاستعمار الفرنسي عميد عميد سيبك. منصب عميد المحامين التونسيين البير بسيس ألبير بسيس شارك في لجنة الأربعين التي رفضت الإصلاحات اللي اقترحها المقيم العام الفرنسي وقتها وكان أحد مقريها أندري باروخ بعد تحصل تونس على استقلال داخلي عين ألبير بسيس في 18 سبتمبر 1955 وزيرا للتخطيط العمراني في حكومة طاهر بن عمار وذلك حتى 9 أبريل 1956 حيث عوضه أندري باروش وكلاهما كان أول وزراء تونس بعد الاستقلال الداخلي ولكن من ديانة أخرى انتخب اليهودية انتخب في 25 ما نحبش نعمل التوصيف هذا ليه هما ديانتهم هما تونس لكن ديانة ولكن من الطائفة اليهودية فما شكون يعترض على الواحد هي علاش اليوم ما عندناش وزراء من ديانة من ديانة أخرى كان عندنا ما زادهم شوية تولي شوية عدد ما بين 1000 و2000 راهو قعدوا كاو أما في تونس ليه قل برشا 870 زادوا طاحوا على 1000 عمال يحملوا كانوا يحملوا الجنسية المزدوجة كانوا يجموا يجيبوا مش يجيبوا جناح المرة الأخرى انتفض قال شبيكم في تونس قولوا جويف تونيزيا ما فماش جويف تونيزيا قال فما تونيزيا اي فوالا اي سي سامبا واش تقولوا جويف فوالا ديانتو اي ديانتو اي هي هو يقول لك علاش انا توصفني بالديانه ما تقولوش مسلمون تونيزي ما قالت هو يا اخي كي تقول يعني فرنساوي يهودي عمرك ما تقول ان جويف فرونسي هو مش ديانه راه هو انتماء الى حضاره معينه منظومه من ديانه اساس كل شيء باش نقول لك حاجه اللي بناوا اسرائيل الكيان الصهيوني مكثرهم لا يؤمنون باليهوديه اي وكي تقول لهم انت تو ماكش تو انت تقول دوله اليهود وانت تماشي تعمل في دوله ما انت ما تامنش باليهوديه كيفاه يقول لك انا يهودي ثقافه فوالا منظومه من اسمه الرئيس الاول دافيد بنغوريون
من دافيد بن غوريون واللي معاه مكثره واليسار كان حتى السبعينات كان اليسار كلهم تقريبا لا يؤمنون بالجديد ماير جولدا ماير كلهم لا يؤمنون باليهودية رئيس الوزراء معناتها او لا دينيين او ملحدين او انسانيين لكن يعتبروا روحهم ينتميوا للثقافه حضاره معينه حضاره فوالا وي على ذاك يعني كما يتقال من عديد الناس اللي هما في من الديانه اليهوديه واليوم عندهم جنسيه تونسيه ولا عاشوا في تونس ولا غيره هو يقول لك انه علاش توصفني على الاساس هذا معاك تقول ميشيل بوجناح الممثل التونسي وكهو التونسي الفرنسي تنجم تحوس فوالا فرانكو تونسي اكبر فضيحه اللي صايره في الدستور التونسي وهو يمنع على غير المسلم ان يتقلد منصب إداري وظيفة اللي هو رئيس الجمهورية تبدل دستور الدستور مشى على روح فما اتجاه لا معناتها معناها انت اليوم الدستور ملغى الا من بعض فصول على دستور سامحني اللي موجود سامحني لحظه ابراهيم دستور 59 ودستور 2014 الزوز اقصاو عدد من التوانسه مهما كانت اقليه نتاعه وانهم يتقلدوا منصب رئيس الجمهورية يا يجمعهم لازم الجنسيه صحيت انا معناتها كتونسي ديانتي اليهوديه كي نتولد في البلاد هذه وما عندي حتى جنسيه اخرى ما مشيش لفرنسا ما خديش دين ما عنديش الحق كيما ترشح ترشح للرئاسه وسي ابو ميناب ليه اكثر ما كي ما نجمش يكون قاضي فوالا مثلا يهودي ما نجمش يكون قاضي الجيش ما نجمش يعدي الجيش نتاعو كان تو وقت يفاو ولا مسموح يلا شكرا لكم على السؤال هذا والاجابات المختلفه اختار غنايه انا سي هاي نرجع 2003 ونمشيو لغنايه وانا شفت نختار غنايه عم جي العام قريب شوف احنا نفهموا حاجه راهو الاقتراحات نتاعكم مرحب بها في الغنايات اخي مره ولكن قبل البرنامج لا ناخذوا الاقتراحات ولكن في الاخير اللجنه الفنيه هي اللي تنظم مش لجنه لا لا في الاخير انا نقرر مين الباتين سامي سعيد وليت لي مولا الباتين سامي سعيد واحد صاحبي الكايا بالحق يحب الغناء اللي تقولوا له ما يفهم شيء ويا القرارات نتاعو خاطر هو صحيح سامي سعيد سامي سعيد هاي به 2003 من الحان حسين الجميل رجعنا في راسين كريم عشان بتكش لغنية ذي ناس يا دان يا ذي تفكرني في 2003 خرجت احلى وستنا 2004 بعد شهر لا 2003 ايه احلى وستنا تفكرني كي نمشي نخرج يحطوها ذي وكل بنات يبدأ شعوراتهم كحول يعملوا هكا بريوسهم في روتانا يعني هذا باش تذكرك ما لبيش تحب تكتب عليك وقولك تذكرني بلحظات صدق عشتها بصافية ومحروفة وليش شعوراتهم صفر وبلوس وقت انت لحظات الصدق الصافية كانت معدودة ولا كبيرة اتذكرها وكنت فيها وحيدا لا لحظات الصدق العاطفية هل كانت معدودة؟ لا لا أنا لا لا أتلقى كبيرة لا أعدد لا أعدد أنا فردي ما أنت ما حب واحد فدال حب واحد رب واحد بلد واحد وطن هاي سبيا فدال على فائش هاي هنأخذوا تسمع ماو يلي قاعدة تسمع تسمع ماو سر سر شوش عجبته من قبيلة يتكي فيه على الليفان هذا عجبته فدال على فائش خلق باهي وش خلق باهي لي أحلوة واحد لا ها والجوري خطير عمل واحد معناه عميد لادوفي فعل شو اسمه لا صعب صعب قال لي نهار يحكي على شخص قال لي إلي فيدال أ بليزور على فوا اي اي فيدال مي il fait la part des choses disons كان في صديق ليا مع تعرفوا عرفتوا وقت زوجته قالت له انا شكون بالنسبه لي قال انا انت نقطه القوه نتاعي قالت له بيه وبنات اخرين قال لهم ما ذبك نقطة ضعف شكون هذا ذكرني بيك انا لا نحكي على واحد ما تقولك على اسم بعض وقابلك لربا ما يقعدش ما اقولش موجود هوني حسنا ما اقولك شكون بالحق موجود هوني تاو هاي مش مشكلة هاي مش مشكلة يلا مش انت يا سامي مش انا مانيش انا تعملينش مشكلة وانت ليه وانت ليه هاي خطيك خطيك السؤال سينمائي نسأل على فيلم يرجع بينا ل 2004 وقت اللي احنا نغنيه يا داني داني متحصل على جوائز اكاديمية بطولة هيلاري سوانك تدور القصة تا 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 به ربح الفيلم 4 جوائز أوسكار جوائز أكاديمية عفوا بينها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم 2004 وجائزة أفضل ممثلة لهيلاري سوانك وأفضل مخرج 2004 قال القصة تيتانيك
لا سوانك لا لزاني 90 تيتانيك هيلاري 2004 ولا 2000 سوانك 2004 هاي شنو الفيلم هذا ما يعرفهمش 15 ديسمبر 2004 شنو واش قلت انت 2004 ولا 2000 سوانك بعدين اسم الممثله شو اسمها انا نمشي بالجوري الممثله شو اسمها هاي قلت لك ها شو اسمها هيلاري سوانك 2004 ولا 2000 سوانك هاي تو فهم لا نفهم من الاول اما كتبدا ماستر من عمان من عالق الجوري يضحك لا 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 بالغلبة بالغلبة ضحك ضحك بالغلبة تسألني هو وقتها هاي شكون هالفيلم هذا سينوبسيس الفيلم مع سوانك هذي شكون جائزة أفضل ممثل مساعد وكذلك منحت لي مورغان فريمان كي تقول لي مورغان فريمان نعطيك وذني وقت اي هو شنو الفيلم يحكي الفيلم حول مدرب ملاكمة ها يحاول مساعدة يمد يد المساعدة لفتاة ملاكمة هاوية لتصبح محترفة هيلاري سوانك معروف ياسر هي اخراج كلينت ستود مليون دولار بايبي وي مليون دولار بايبي ها من احلى ما تعملنا سؤالات صعبة صعبة حقك تعطينا الإجابة احنا نعطيوك السؤال مثلا هنعملوك يعطيني إجابة انت صعيبة رأي في بالك هذي أصعب من الأخرى ليه نعطيهم الأسئلة أنا ترى شنو؟ أعطي جواب أعطي جواب أي شيء أي شيء 70,000 ضيف 2000 عجل وثور 16,000 علوش وليمة ذي 10,000 حمامة ذي 10,000 الفارسي خمر مش أكبر حفلة عملت أكبر حفلة عملت وقتاش الفارس لزاني 70 تونس لا في إيران لا 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 في تونس لا هذه 859 قبل الميلاد عملها المسمى أشور نصر بال الثاني في مصر أشور نصر في مصر أشور نصر بال الثاني وقت الاحتلال أشور نصر بال الثاني الاحتلال احتلال الفارسي لمصر خاطر الاسم أشور سيباي جيبسيان مش مصري هذا الاسم أشور سيسي نسبة الأشورية يعني الدولة الأشورية ولذا في مصر معنى وقت الاحتلال اليمن يعني الأصل لا أشور بلاد أشور بلاد ما بين الأشور بين العراق طويقة العراق طويقة جزء من العراق معنى لا لا ما دام اسمه هكي خاطر مش اسم مصر ما نعرفش يكون اسم مصر والسؤال كان يكون أصعب لو كان قلت شكون أشور اللي احنا ولا جوستم لا عاد هو حاب يقلب هو لا امبوسيبل لا تعرف شنو إجابة مثلا تقول مثلا توم هانكس شنو السؤال؟ عندك سؤال اي اوسكار ولا حاجة اي فهمت لا مو سهلة سيباي فيدو توم هانكس قول هو ممثل من اي جنسية اي سؤال ينجم اي نجم يركب عليه يركب عليه المهم تركب لكن المهم انت ما تغشش لا لا باش تقول انه باش تقول انه هذا صحيح اللي كنت قاصده يعني فما نفق موجود يربط حسب الأسطورة بين تونس وكارتاج وين؟ عبد الستار لي عبد الستار لي لوتي بن ساسي سيدي بوسعيد إبراهيم الطايف أنت قلت سيدي بوسعيد بين تونس وكارتاج بريسي بريسي بين تونس وكارتاج بين تونس وكارتاج أي بين تونس وكارتاج حسب الأسطورة بالطبيعة حسب الأسطورة هاي إبراهيم ديت العمرة فرانس فيل هاي ناس دابوس لاكاي جنين جنين بالري بالفداء بالفداء علاش قلت نقولها بالبدا تم توفير النباتات من قبل حديقه تونس التجريبيه اجابته صحيحه اي بالفداء لا هو قال العمران انا قلت فرانسفيل عبد فرانسفيل سي لوتر كوتي عبد ستار العمران مش فرانسفيل عمران تجرد يا عبد ستار هي من الامراض عمران الكلمه تو جديده فرانسفيل اسمه فرانسفيل اسمها فرانسفيل انا اقرب تاريخيا اسمها فرانسفيل تجرد من كل العواطف لا لا تجرد كل العواطف جوستما مي كمان تم توفير قول بالاسم الاخر سي لو بلفيدير بلفيدير عمران نهبطوا له خاطر النفق موجود في البلفيدير انت قريت في لسي العمران تم تجديد النباتات من قبل حديقه تونس التجريبيه اللي تم انشائها للغرض وتم الانتهاء من الزراعه في عام
و897 شوفوا التصوير هذه على باجي اف ام وبعد ذلك قبة القبة اللي تسمى قبة الهواء خطأ عن قبة الهواء الوحيدة في المرسى هذه قبة البلفدير هو قص قبة لا وما فهمتش في البلفدير علاه مسمينا قبة الهواء قدر عالية هي في الأصل القبة هذيك مع البنية هذيك كان كيوسك الموسيقى كان موجود في قصر البرج الكبير اللي هو توا قصر الوردة متحف العسكري توا وقت الاكسبوسيون يونيفرسال تاع باريس تفركت طلعوها هزوها حطوها في الاكسبوسيون يونيفرسال قعدت عام كيف فات الاكسبوزيسيون عاودوا فركوها وردوها لكن باعتبار ان القصر قصر البرج الكبير فقد قيمته المعنويه باعتبار انه ولا مانيفاكتور دي ديستيلاسيون دو روز وواحد الخياله ودرا شنو ف قرروا انه باعتبار ان وقت يقدوا في البارك دو بلفدير وقت ما زرعوا ومسكر ما يدخلوا حتى حد فبناوها عاودوا بناوها غديك وزادوها اون بارتي ماهيش الكل بقى العالي شكلها بقى العالي فالناس اطلقوا عليها قبة الهواء والبلديه للاسف الشديد حطتها من بعدش على البلاكه معنا قبة الهواء بالبلفدير قبة الهواء هي بنايه خاصه في المرسى وهذه قبة البلفدير توكور لكن كما قلنا هي كيوسك دو ميوزيك في الاصل وكانوا قبل ديمانش يعملوا فيها يعني الكبار اللي عاشوا قبلي يحكيوا انه كان تعمل فيها الموسيقى وصور فيها كليب سيد علي صور فيها كليب معناها هو السيد نعمه والسيد هادي سملالي جنم بنت الري هذه لا تزال موجوده في الذكرى الشعبيه ترجع القرن السابع ميلادي ان المكان كان حديقه تنزه لابنه اخر والي بيزنطي تونسي حسب الروايه طبعا كان في سبيطلة ما كانش في تونس وتونس كانت ان بتي بور بارابور الكارتاج دونك اي ا فيريفي عبارة على نفق مدخله هضبة بالبدير شو اسمه بالعربي ينتهي لحظة حسب بعض ما عندهم من عشرة اسمه بالعربي جرجير حسب العربي يقولوا جرجير بعض الناس يعني يقولوا انه هذا صحيح ولكن بون يقولوا هو مش نفق هو عملوا للمال وقت الحرب حتى تحت باب سعدوني تعدى لا 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 نقبه صغيره في الحي في الهضبه فما نفق عملوا للمال اي ذكر المعروف تو اليوم موجود راه سكروه اي سكر تو ولكن تنجم تشوف اي ما كانش نفذ معنى البقعه كبيره قدام موس قداموس يعني شويه قداموس اما راهو لكن يقول لك تعدى تحت قصبة وعرضة انا في بالي اني والله تنثبت المعلومه اما في بالي مش اللي ستاك في وقت من عشر اللي قاعد وغادي دونك كان يقولوا اخر ما يعني بقعه للتنزه لبنت الري اي كما يسميها العرب جرجير وهو الذي هزمه اثناء الفتح الاسلامي وقتل وبقي المكان مهمل حتى بعد تهيئته ذكر بالبدايه كيف تنحر كان كل هو دايها كلمه الري لغوا هي لغوا الري تتقال بالاسبانيه لما نجم يكون هذا الري الري هل... مخيره ايوا الوغ من نجم يكون موجود في تونس والكوالس مع الاي بالحق معناه يكون بتاع الكارت الكل ما نجم يكون ما نجم يكون تعرف في تونس كان في الفتره نتاع الموريسكيين كي جاوا الموريسكيين جابوا لغتهم معاهم خاطر ما عادش يتكلموا بالعربيه فجابوا الكلمه هذه معناها قبلها ما كانش معروف ما كانش ما نجمش يكون صحيح معناها ما نجمش يكون قديم معنا صحيح وقتها ما كانوش يقولوا شكرا شكرا عبد الستار الراجل اللي عرضني اليوم عنده الحق بصراحه نحييه كل يوم يعرضك راجل ولا والله يعرضوني برشا ناس رجال ونساء بيان سور لكن اليوم عرضني سيد كريم قال لي بربي عبد الستار الحكم اللي يقول فيهم سجلوهم وخليهم على جنب قلت له ان شاء الله مازال معنا عبد الستار ومازال مواصل لعشرات السنين ان شاء الله والسيد اللي عرضتك المره الاخرى اش قالت لك؟ هذاك عليك انت ايش قالت لك علي انا؟ قالت لي كل ما تبدا تهاجم فيه كان علي واحد ينحي لي في الشوك من قلبي لا هذا العكس يدور لي انت توا زي هنا عملتها توا انت بالله لو عكست لا اصبت يا سي سامي ولذا انا باش نعكس البرنامج هذا باش نعدي طول الاناث في واش قالوا لك على ايناس؟ قال لك لازم تقدم فتره فيك وما تبتاوش عليها يلا غاسين كاري سامي بن نور رجعنا في راسي كاري لسه بدري يلا نمشيوا لياسيو فاتني يا مواطن مع لياسيو
فاطر يا مواطن مع لي اس اي او، هذا السؤال باش نرجع بيه لانس. اش معناها المراجعه الجبائيه المعمقه لو دي تابروفوندي؟ اولا نحب نقول ربي يلطفكم، لا يوريها الحبايب حاجه خايبه، هي مراجعه، هي مراجعة كي واحد الجبائية يعمل على بخف ديكلاراسيون ويجيوه ليه مش صحيح، مراجعة للوضعية الجبائية ويجيك خلك مثلا انت يا سيد مدكلاري انت 5 مليون و50 مليون في العام دخلت في العام كامل وانت دخلت 500 وانت شاري فيلا بزوز ملياردوات، هاي منين واحد الفلوس؟ من اين لك هذا؟ انت احنا عندنا محامين، ما تعرف مثلا محامين كل قضية تعمل عليها الكاشي متاعك وتمبر كل شيء دوك بالكاشي تبعو، خلك انت خادم 200 قضية في العام وانت مدكلاري اللي دخلك زوز ملايين، كيفاش وانت عندك؟ لكن لو كانت هناك طرق اخرى انا متبعو زادا شنو روتوني، هي مش مشكلة روتوني على سورس، لا ما فهم حاجات ما فهمش بلاش روتوني يعملوا ركوبمو روتوني، هذيك حاجة سهلة لانه يجيك مثلا كي يبدأ يخدم مع مؤسسات معروفة ولكن في العلل على البيرسون فيزيك بيرسون في اي اي ما نتجمش تتبع كل شيء، لا حتى بيرسون فيزيك ينجم معناتها انت مثلا روتوني مع اي اف ام يخصوا عليك روتوني يعرفوا قداش تدخل، يا ما كي تبدا عندك خدمات ما فيهمش روتوني دوك يعملوا لك وقتها مراجعه، يبعثوا لك ساعه مراجعه، هذا هو هذا هو المراجعه الجبائيه المعمقه، هي مراجعه الوضعيه الجبائيه الكامله للمطالب بالاداء، وجزء منها تستند للمحاسبه، تستند للمحاسبه كونتابيليتي المطلقه للتشريع المحاسبية ومحاسبة مبسطة أو الزمام ذاك بقرع بستار المتعلق بتسجيل المقابيض والمصاريف والمطالب الأداء ملزم بمسكها واللي فيها معلومات ووثائق وقرائن فعلية وقانونية. القيام بالمراجعة المعمقة الوضعية الجبائية تستوجب توجيه إعلام مسبق للمطالب الأداء، الإعلام هذا لازم يكون في بيانات متعلقة بمصالح الجباية المكلفة بإجراء المراجعة والفترات اللي باش تشملها المراجعة. طب شو يقولك راه شو نعملوا لك من 2000 ل 2001 مثلا؟ لا راه هو عندك يذولي بعد 10 سنوات وقبل جديد معاش نجم، والعونة والأعوان المكلفين بإجراء المراجعة. وقتاش تبدأ المراجعة المعمقة؟ الأجل اللي بعناها بين تاريخ تبليغ الإعلام وتاريخ بدء المراجعة يلزم ما يقلش على 15 يوم. المطالب بالأداء نجم يناقش النتائج ولا يختار شكون ينوبه طبقا للقانون. المكان الأصلي لإجراء المراجعة المعمقة هي مكاتب مصالح الجباية بالنسبة للمؤسسات، والمراجعة تتم عفوا في مقر المؤسسة. مدة المراجعة تكون 6 أشهر إذا كانت مراجعة على أساس محاسبة مطابقة التشريع الجبائي. المدة تنجم توصل لسنة في حالة عدم مسك محاسبة، ولا يلقاو لك يا إبراهيم محاسبة غير مطابقة لمقتضيات التشريع الجبائي ولا غير منتظمة ولا فيها إخلالات. وبعد ما توفى المراجعة يلزم يصير الإعلام كتابي بالنتائج متاحها، وكان فما خلالات لازم ذكرها، وكان فما أداءات يصير إعادة توظيفها والخطايا كان فما كذلك. المطالب بالأداء نجم يرجع معناها لهذا النتائج ويرجع لهم كتابيا على نتائج المراجعة في أجل 45 يوما من تاريخ التبليغ ويقول لهم راني موافق ولا لا، ونجم نشوف الصلح ونجم نشوف حتى للمحاكم. شكرا لياسيو على المعلومة. بما انك استهلكت سؤال اشور هذا، عندك سؤال اخر؟ عندي سؤال، تفضل. اي السؤال الاخر؟ دقيقة. اول اضراب صار في الدنيا وقت ايش؟ اول اضراب ابراهيم وقت يبنيوا في الاهرامات، يا اخي اضربوا اللي يبنيوا في الاهرامات سنة قديش؟ هاي ثلاث ساعة. اي قريناها في استيريكس. ليه عملنا سؤال؟ عملنا سؤال 29 ميلادي وقت رمسيس الثالث كانوا يخدموا وقال اضرب، ما عطاهمش الشهري، شنو ما شهري وقت يعطيهم ماكله، يعطيهم خبز وزيتون اي تروك يعني يا اخي وخرت عليهم. مش 29 ميلادي، 29 ميلادي، 29 قرن قبل الميلاد. لا ما نجمش يكون 29 ميلادي، 29 ميلادي ما فماش الفراعنه، ليه الفراعنه اندثروا قبل الميلاد؟ قبل الميلاد قرن انتم ما سمعتوش، قرن 29 قرن قبل الميلاد. ميرسي لطفي. يلا يلا عبد الستار، شنو الحاجه الغريبه اللي كانت حاجه البطل نتاع فيلم خرج عام نهار 10 نوفمبر 2010 في فرنسا، حاجه كانت بطل ان اوبجي مش شخص، كيما ويلسون نتاع توم هانكس، في ممثلين في فرنسا. لا 2010 الغيلازيتير نتاعو هو كانتان دوبيو. دوبيو الو خرج عام 2000 دوبيو. الو حاجه
حاجه وكان نقول اوبجي معناها اوبجي كان نقول اسم الفيلم هو مستند من الحاجه اللي فيلم فرنساوي فرنساوي بون ماكينه نتاع قهوه لا جوي لا حاجه رياضيه اكثر معناها هي شنو كانت تمر الحاجه هذه البجي هذا كان يمر ويسبب في حوادث يسبب في يسبب في انفجارات يسبب هو يدور كوره هو يدور حتى سكوب فولون لا حاجه قريبه لنا برشا كوره لا خاتم طوموبيل فيها عجالي عجله عجله انه اي روبر اسمه روبر اللي هي ماركه نتاع نوع نتاع كاوتشو فرانسيس الكاميرا قعدت انا شفته بالكراج مش تلمو ما انتريغي قلت نشوفه ما كملتوش ما كملتوش اما ليه ارض الاحلام رفت كملته ليه ما زلت ما نعجبش نشوف فيلم على طول انا لازم يلا سؤال سريع la série France enfin le diffuseur de la série France a décidé بحب يغمتي المساحه الاشهاريه اوكي اتجهوا الى تقنيه خذوها تو برشا دي ديفيزور ولا عملوها بال رالونتي لا يعاودوا اللقطه اللي قبل ويخرجوا لا باش انا اسالني هذه ثاني مره باش يطول في الجوري ليه بالعكس هو يقصر يقصر هو يسرع في الكلام نتاع الممثل ياخذ فريم من كل كيما نقولوا من كل يسرع 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 يفيقش بها الجمهور يسرع 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 لا في الوقت لا في الحكاية لا يسرع يسرع شكون اللي يسرع يفيق بها يفيق بها الممثل بالصوت اللي قاعد ما يعقلش الصوت نتاعو يبدا مزرب شويه فما شويه غريبه في الصوت نتاعي هكا وي ميرسي ابراهيم يلا نس ماش فوا موقت في سا يلا ماش فوا موقت 59 حكيت سؤالك هو سؤال فتخ محليه بالحق خليه الاسبوع القادم ان شاء الله ان شاء الله اي هي ناس موجوده للميتيو شكرا لكم احنا ان شاء الله نتلاقاو نهار الاثنين بو ويكاند ان شاء الله تلقاونا في حلقه جديده